مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب. موضوع حلقه النهارده هو المسيح والخطاب الديني. او اذا حبيت احطه بعنوان اخر اقول الخطاب الديني للرب يسوع المسيح. عايشين في عالم بيعلم اشياء كثيره جدا منها الكراهيه والبغضه والقتل والذبح. والسبي والعبوديه واستغلال الانسان والظلم الاجتماعي لكن الرب يسوع علم ان الغضب كالقتل لان الغضب يؤدي للقتل علم ايضا الرب يسوع بعدم اساءه الاخرين وعلم بان النظره الشهوانيه تؤدي الى الزنا علم المسيح بمنع الطلاق الا لعله الزنا علم المسيح بمنع الحلفان لا بالسماء ولا بالأرض علم أيضا بمنع الانتقام ورد الإساءة بإساءة والشر بالشر علم المسيح برفض البغضة والكراهية بل قال أحب أعدائكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم أنه المسيح والمسيح وحده الذي قال أما أنا فأقول لكم ما العالم يحتاج الى يومنا هذا ان يسمع ويستمع الى صوت المسيح المعلم الصالح. ان المسيحيه هي المسيح. واليوم ادعوكم اعزائي المشاهدين لتلقوا نظره معي وتتاملوا في هذا الشخص العجيب الفريد وتعاليمه لتتاكدوا ان ما قاله يشهد عنه انه شخص سماوي. وان تعاليمه ليست تعاليم ارضيه لكنها تعاليم سماويه. خطوط تليفوناتنا مفتوحه وبنرحب طبعا بكل مداخلاتكم واتصالاتكم واسئلتكم وارقام التليفونات هتكون موجوده على الشاشه. سمعتم انه قيل اما انا فاقول. المشكله التي كانت في ايام الرب يسوع وما زالت في يومنا هذا هي التدين المخشوش. هناك ظاهرة تدين رهيبة جدا في عالمنا اليوم وبالاخص في العالم العربي. هناك تدين في كل مكان وفي كل يعني جوانب الحياة. تدين في الشغل وتدين في البيت وتدين في الشارع وتدين في, ال في كل الاشياء اللي حوالينا بتدينا مظاهر وتؤكد لنا على وجود مظاهر للتدين وهذه المظاهر بتزداد يوم بعد يوم. لكن بالرغم من كل هذا تعتبر بلادنا العربيه اكثر بلاد فيها اساءات واكثر بلاد فيها غش واكثر بلاد فيها فساد واكثر بلاد فيها ايضا تحرش جنسي واكثر بلاد فيها خطايا وشرور ولهذا يطلق على هذا التدين تدين مخشوش التدين المخشوش الرب يسوع له كل المجد عندما كان على الأرض تحدث كثيرا عن التدين الظاهري أو الرياء ووجه الرب يسوع عدة اتهامات للكتبة والفرسين ورؤساء الدين الذين كانوا في ذلك الزمان أذكر من هذه الاتهامات أربعة على الأقل أول اتهام وجهه الرب يسوع هو أن التدين المخشوش يهتم بالمظهر الخارجي على حساب الجوهر. زي ما انا قلت انه في بلادنا كثير من الامور كلها مظاهر خارجيه. شوفوا مثلا الحجاب، شوفوا مثلا الزبيبه اللي محطوطه على الوجه، شوفوا مثلا التمسك بالمظهر شكله ايه. لكن عندما تدخل الى اعماق الانسان والى قلبه لا تكتشف الا يعني قبر فاسد مليان فساد وشرور وأثام التدين في كل مكان وفي كل عصر التدين المخشوش يهتم دائما بالمظهر على حساب الجوهر شوفوا الرب يسوع له كل المجد عندما أتى إليه الكتبة والفريسين وقالوا له لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ يعني احنا عندنا تقليد وعندنا ممارسات لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون هذه المشكله اللي كانت تعباهم جدا انه ازاي بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم ثم دعا الجماعه ده هنا الرب يسوع وقال لهم لما الرب يسوع سمع هذه الكلمات حب انه يعلمهم شيء مهم جدا قال لهم ايه اسمعوا وافهموا مش بس احنا محتاجين نسمع كلام المسيح إحنا كمان أحبائي محتاجين نفهم كلام المسيح كلام المسيح ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان أوعى تفكر إنه المظاهر الخارجية أنك تغسل إيدك أنك تلبس أنك تعمل كذا وكذا دي يعني بتنجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان يبقى اللي بينجس الإنسان مش اللي بيدخل جوه الانسان مش الطريقة اللي كلت بيها لكن جوه القلب هو اللي بينجس الانسان ان كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف ويندفع الى المخرج واما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر ودي عظمة تعليم المسيح ان الرب يسوع في حياته في تعليمه كان دايما كجراح ماهر بيعرف اين بالضبط مكان او الداء بيعرف الداء فين مش بيعالج المظاهر لكنه بيعالج الداء نفسه داء الإنسان منذ أن سقط هو القلب داء الانسان منذ أن ابتعد عن الله هو في داخله فمن القلب يصدر وذلك ينجس الانسان ليه لأن من القلب تخرج افكار شريرة من القلب يخرج القتل من القلب يخرج زنا من القلب يخرج فسق من القتل من القلب يخرج سرقة شهادة زور تجديف هذه هي التي تنجس الانسان يبقى ما ينجس الانسان بحسب تعليم الرب يسوع هو ما يخرج من القلب يبقى عندك جوه الـ الـ الاناء دون بحسب ما هو مليان إذا كان هذا الإناء مليان شرور هيخرج شرور زي ما الرب يسوع اتكلم اكثر من مرة على انه ما ينفعش شجرة جيدة تعطي ثمرا رديا ولا شجرة ردية تعطي ثمرا جيدا فمن ثمارهم تعرفونهم قلب الإنسان هو المشكلة وقلب الإنسان هو الحل عشان كده الرب يسوع له كل المجد تعامل مع قلب الإنسان اللي هو المشكلة علشان لما يغيره يبقى أيضا قدم الحل إنه أعطاه قلب جديد المشكلة عزيزي المشاهد هي في القلب القلب ما في قلبك في الداخل ما في قلب كل اللي بنشوفه النهاردة في عالمنا هو عبارة عن ترجمة لما في داخل الإنسان حتى القتل والفساد والظلم والكراهية وعدم قبول الآخر كل دي مفاسد وشرور لكن مصدرها القلب رب يسوع أيضا اتكلم عن المظهر الثاني يبقى اول حاجه الرب يسوع اتكلم عنها ان التدين الظاهري او التدين المخشوش يهتم بالظاهر على حساب ايه على حساب الجوهر حاجه ثانيه التدين المخشوش يهتم بالطقس على حساب الاخلاق والسلوك مش المهم ان انت تبقى امين المهم ان انت بتقضي فروضك في وقتها، المهم ان انت بتصلي خمس مرات، المهم ان انت بتصوم، المهم ان انت بتزكي، المهم ان انت بتقوم بالطقس، طول ما انت بتقوم بالطقس انت شخص كويس، مش مهم بقى معاملاتك، مش مهم اخلاقياتك، مش مهم سلوكياتك مع الناس شكلها ايه. ده التدين الظاهري كده. التدين الظاهري في كل مكان ادرسوها في كل يعني في كل تدين ظاهري موجود المهم انت بتلبس ايه المهم انت بتأدي فروضك في وقتها المهم ان انت بتعمل كذا وكذا لكن ما يهمش ابدا الاخلاق عشان كده اكتر بلاد فيها انحلال اخلاقي هي البلاد اللي بيكون فيها تدين تدين ظاهري اكتر بلد فيها تحرش جنسي هي افغانستان تاني بلد بعد افغانستان بتاتي مصر وشوفوا كميه المظاهر التدين اللي موجوده يعني يجي يوم الجمعه الشوارع تتقفل كويس الناس كلها بتصلي يبقى الواحد شغال ويسيب شغله ويروح يصلي هو المهم انه يصلي المهم عنده هو الطق. الطقس اللي بيقدمه او يصوم المظهر انه ان يقوم بالطقوس المطلوبه منه المهم ان يقوم بيها لكن ممكن يرجع شغله ويبقى كذاب، ممكن يرجع شغله ويبقى فاسد، ممكن يرجع شغله ويبقى بيرتشي، ممكن يرجع شغله ويعمل كل هذه الامور المفاسد، المهم ان هو قام وصلى، قام وصلى، راح الكنيسه وقدم زكاه مثلا. كويس؟ فالتدين المخشوش بيهتم بالطقس اكثر من اهتمامه بالاخلاق والسلوك. الحاجة التالت عشان كده الرب يسوع قال للكتاب والفريسين إيه؟ قال لهم يقولون ولا يفعلون يعني هم هم بيقولوا كلام حلو قوي يعني تسمع كلام عن الصلاة جميل وتسمع كلام عن الصوم جميل تسمع كلام يعني جميل عن 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 الإيمان لكن يقولون ولا يفعلون يقولون ولا يفعلون هذا هو التدين الظاهري كمان قال الرب يسوع للكتبة في متى 23 عندنا قائمة كبيرة من الويلات اللي الرب يسوع نطق بها ضد التدين الظاهري والكتبة والفرسين المعلمين الذين كانوا مرائين في كل تعليمهم ويل لكم أيها الكتبة والفرسين المراؤون المراؤون المرائي هو الشخص الذي يظهر عكس ما يبطن يعيش عكس ما يعلم لأنكم تعشرون النعنع والشبيث والكمون، يعني التوابل التوابل اللي هي يعني بتستخدمها في بيتك كويس وكميتها طبعا قليله التوابل دي مقارنة مثلا بالقمح والحنطه والحاجات دي، حتى التوابل القليله دي انت مهتم جدا انك تقدم عشر ليها للرب، يعني الى هذه الدرجه انت دقيق في معاملاتك. تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان يعني أين الحق ضائع أين الرحمة ضائعة أين الإيمان ضائع المهم أن أنت بتهتم بالطقس الرب قال أعطي عشرك فأنت بتدي عشرك بالضبط لكنه الباقي اللي هي يعني مجمل تعاليم الرب انك تحب الرب من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك، انك تكون رحيم، انك تكون عايش بايمان مش موجود. ايها القاده العميان الذين يصفون عن البعوضه ويبلعون ايه؟ يعني يعني انت ما تتركش حاجه صغيره تعدي لكن في نفس الوقت من اجل مصلحتك ومن اجل قلبك الفاسد تبلع الجمل. تبلع الجمل. التدين الظاهري مش بس بيهتم بالمظهر على حساب الجوهر ومش بس التدين الظاهري بيهتم بالطقس على حساب الاخلاق والسلوك لكن كمان التدين الظاهري بيهتم بتقليد الشيوخ اكثر من روح الوصية المهم قالوا ايه المعلمين قالوا ايه المفسرين قالوا ايه الاحاديث قالت ده ده ده, ده, ده المهم شوف الرب يسوع هنا قال لهم ايه. في وصيه كتابيه يعني من ضمن الوصايا العشر وصيه اساسيه اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. دي دي وصيه من ضمن الوصايا العشر. لما هم بقى فسروها وحبوا انهم يعني يعلموا الناس حاجه تانية قال لهم ايه؟ الرب يسوع لهم لماذا تتعدون وصيه يبقى في تعدي على وصيه الله. بسبب التقليد. إذا كان التقليد وده بقوله ليك عزيزي المشاهد. إذا كان التقليد عكس ويتعارض مع كلمة الله فليس هذا من الله. اتبع كلمة ربنا. كلام رب هو الأثبت. اوكي؟ عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. الكلمة النبوية هي الحق. كلامي هو حق اي تقليد تتعلمه وتنشا عليه ان كان يتعارض مع الكلمه المكتوبه فليس من الله من حقك انك ترفضه الكلمه المكتوبه هي وحدها الثابته عشان كده بيقول لهم الرب يسوع ايه لماذا تتعدون في تعدي وصيه الله بسبب التقليد يبقى التقليد ممكن يبقى فيه جزء تعدي على كلمه الله فان الله اوصل الوصيه الاصليه بتقول ايه اكرم اباك وامك دي الوصيه الاصليه اكرام الاب والام هو الوصيه الاصليه ومن يشتم ابا او اما فليمت موتا يعني الاكرام مش بس اكرام مادي مادي لكن ايضا اكرام اخلاقي اكرام اكرام احترام تقدير للوالدين واما انتم فتقولون ده التقليد هنا ده تقليد الشيوخ يبقى الوصية الكتابية واضحة جدا لكن تقليد الشيوخ غير في تفسير الوصية الكتابية من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع منه يعني أنا بدل مدي لأبويا وأمي أبويا طبعا في, في ذلك الزمان ما فيش حاجة اسمها تأمين اجتماعي وما فيش حاجة اسمها معاشات وما فيش حاجة يعني كل الأشياء دي مش موجودة فالابن هو بيهتم بالوالدين او لما الوالدين يكبروا الابن هو اللي بيعول الوالدين كويس والرب قال اكرم اباك وامك فالابن هنا ياخد بدل ما يعدد ابوه وامه بدل ما يسدد احتياجاتهم ياخد الفلوس اللي ممكن يديها لابوه وامه ويروح يديها ايه يقدمها كقربان ويقول لهم بصوا انا كده قدمتها للرب خلاص انا ما عنديش حاجه تاني فهم كسروا وصايا الله من خلال التقليد يعني عشان الكتبه والفريسين يكون عندهم فلوس في المجمع او في الهيكل شجعوا الناس على انهم ما يدوش اهاليهم الفلوس لكن يجيبوها وتعتبر كده اكنهم اكرموا الاب والام مع انهم تركين والديهم بدون اهتمام فلا يكرم اباه وامه فقد ابطلتم وصيه الله بالتقليد التقليد ابطل وصيه الله يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم اشعياء قائلا يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس ده للأسف الحالة اللي عايش فيها كثيرين النهاردة وأنا بتكلم عن مش بس عن التدين المخشوش في الإسلام أنا بتكلم عن التدين المخشوش في كل آه في كل الأديان وحتى في عندنا في المسيحية تدين مخشوش في كتير مسيحيين بالاسم لا يعرفون يسوع المسيح المخلص في كتير عايشين مش بحسب المكتوب في كلمة ربنا لكن بحسب ما يقال لهم من كهنة أو من, من معلمين ودون أن يفحصوا كل تعليم في ضوء كلمة الله أحبائي ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس مصيبة كبيرة بتاعة التدين الظاهري ان التدين الظاهري دايما دايما بيبقى فيه اقوال المفسرين واقوال الاباء اهم من ماذا قال الرب حاجة الرابعة في التدين الظاهري او التدين المخشوش انه دايما المتدين المرائي يهتم بمجده وليس بمجد الله انا ما يفرق معايا الله يفرق معايا انه انا قدام الناس ابقى شكله ايه المهم ان الناس يقولوا عليا ان انا انسان متدين المهم الناس تشوفني وانا رايح الكنيسه يوم الاحد المهم الناس تشوفني وانا رايح الصلاه خمس مرات المهم ان انا اصوم وامشي في الشارع وابين للناس ان انا صايم المهم هو ان انا آخذ المجد ان انا آخذ المجد عشان كده رب يسوع له كل المجد قال ايه وكل اعمالهم كل اعمال المرائين اللي عندهم تدين مخشوش كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس هو بيصلي في الشارع عشان الناس تنظره مش بيصلي في المخدع ادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي يرى في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية ده 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 مبدأ علمه الرب يسوع لكن تجدوا انه في الشارع بيصلي تجدوا انه صايم و... 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 ولازم يقول انا صايم تجدوا انه كل عمل بيعمله تجدوا انه انه الزبيبه آ... آ... خلاص يعني آ... مرض جلدي آ... باين على آ... على وجهه لكنه بيعتبرها دي علامه تقوى المهم الناس تقول عليا ان انا انسان تقي يهتم بمجده وليس بمجد الله كل تدين ظاهري جوهره الانسان وليس الله نيجي هنا بقى لنقطه مهمه قوي امام هذه التعليم وامام هذه الـ الـ الامور التي قالها الرب يسوع يجي الرب يسوع بقى يقول سمعتم انه قيل واما انا فاقول لكم المشكله عزيزي المشاهد مش في الوصيه الكتابيه يعني الوصيه الكتابيه بتقول اكرم اباك وامك، دي مش المشكله. الوصيه الكتابيه بتقول لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي مالك قريبك، دي الوصيه الكتابيه. المشكله ليست في الوصيه الكتابيه. المشكله هي في التدين الظاهري على حساب الجوهر. اهتم الانسان بالظاهر على اساس الجوهر. بيهتم الانسان بمظهره اكثر من اهتمامه بالقلب. هنا بنجد في متى اصحاح خمسه جزء من الموعظه على جبل بيسمى الاقوال المضاده للرب يسوع وهي هي فعلا يعني الخطاب الديني للرب يسوع اللي محتاجه النهارده العالم يسمعه محتاجينه احنا نسمعه النهارده محتاجين نتكلم عنه محتاجين ان احنا نقف قدام هذا الذي علم بهذا السلطان محتاجين ان احنا ناخذ تعليم المسيح ونعيش بيها و سمعتم انه قيل اما انا فاقول الرب يسوع هنا لا ينتقد العهد القديم ولا ينتقد وصايا الله ولا يعارض تعليم الكتاب المقدس لكنه يقدم التفسير الصحيح بيقول لهم مكتوب لا تقتل لكن ليس فعل القتل هو الاهم الانسان ممكن يقتل بالكلام الانسان ممكن يقتل بالغضب الغضب بيقود للقتل فالرب يسوع اهتم بالقلب اكثر من اهتمامه بمجرد الفعل ايضا المسيح في قوله سمعتم انه قيل واما انا فاقول ما عندناش فكره الناسخ والمنسوخ دي مش موجوده عندنا في الكتاب المقدس يعني دي في الاسلام لكنه انه ان ربنا يقول حاجه وبعدين بعد كده ينزل حاجه اخرى يا اما مخالفه ليها يا اما تنسخها وتحل مكانها لكن عندنا في الكتاب المقدس الاعلان هو اعلان متدرج عندنا الكتاب المقدس مفهوش ناسخ ومنسوخ، لكن عندنا في رمز وفي اصل، الرمز كان يشير الى الى الى, إلى الاصل الذي تحقق. الرب يسوع هنا بيقدم تفسير صحيح للوصيه الكتابيه، وبيؤكد انه هو كمعلم معلم صالح الوحيد الذي اطلق عليه لقب المعلم الصالح. الرب يسوع المسيح. هو بيقدم التفسير الصحيح لانه صاحب الوصية يعرف معناها اهتمام الرب يسوع هو بالقلب والقلب الانسان هو المشكلة والرب يسوع اهتم بانه يعالج المشكلة سمعتم انه قيل ستة اقوال قالها الرب يسوع بدأها بهذه العبارات ناخد اول واحدة تقولي سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم ونتكلم عن الجزء داون بالتفصيل سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم أيضا سمعتم أنه قيل لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك وأما أنا فأقول لكم سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أول واحدة لا تقتل لا تقتل سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم لا تقتل يقول الرب يسوع هذه الكلمات في متى خمسة سمعتم أنه قيل للقدماء دي الوصية القديمة وهذه الوصية هي رقم ستة في الترتيب الوصايا العشر لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم ده الحكم بيقول كده كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت دي ده, ده الحكم اللي ربنا حكم به في القديم لكن هنا يقول كل من قتل يكون مستوجب الحكم واما انا فاقول لكم كويس ان كل من يغضب على اخيه خلوا بالكم هنا يبقى لا تقتل دي الوصيه الكتابيه لا تقتل وهنا الرب يسوع اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن الغضب الموتيف اتكلم عن الدافع اللي بيجعل الانسان يقتل، اتكلم عن الشيء اللي جوه الانسان اللي بيدفعه للقتل فالرب يسوع اهتم بالداخل بجوه الانسان. من يغضب على اخيه باطلا يعني في غضب مقدس وفي غضب غير مقدس كويس. اه اه حتى الكتاب بيقول لنا اغضبوا ولا تخطئوا يعني اغضبوا ولا تخطئوا. من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحطم. يعني المحكمة الأرضية مفروض تحكم على الإنسان مش إنه قتل لكنه إذا غضب على أخيه باطلا ومن قال لأخيه رقى يعني دماغ فاضية دماغك فاضية ده الترجمة الحرفية بتاعتها أو إنك يعني يا غبي إذا قال إنسان لأخيه هذه الكلمة يكون مستوجب المجمع إن المجمع يجتمع ويحاسب هذا الإنسان لأنه الرب يسوع هنا ساوى القتل بالإساءة اللفظية كمان يعني يعني آه اللي سميها verbal insult يعني الإساءة اللفظية أنه يعني الإنسان يسيء إلى شخص لفظا ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم اليهود أساءوا فهم هذه الوصية فربطوا الوصية دي بالفعل الوصية ارتبطت بس بالفعل ولا بد أن يكون في اثنين شهود علشان يعني يحكم على القاتل بالقتل والحكم هو حكم أرضي حكم قضائي فإذا إذا الواحد شاطر وطلع من القضية حتى لو قاتل بيبقى, بيبقى بريء فهم ربطوا الوصية صارت الوصية مجرد الفعل القتل وصارت الوصية أيضا مرتبطة بالحكم الأرضي الحكم القضائي الأرضي وليس بالحكم السماوي أنها خطية في حق الله أولا رب يسوع ذهب في كلامه عن هذه الوصية إلى الداء ليه الناس بتقتل عشان في غضب ليه الناس بتقتل علشان في عدم قبول الآخر ليه ناس بتقتل علشان في كراهية وبغضة في قلب الإنسان ليه ناس بتقتل علشان في إساءة إساءة لفظية حتى الرب يسوع قال إن القتل بيساوي الإساءة اللفظية ما أروع يسوعنا ما أروع لا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس لم يلعن انسانا ولم يسب انسانا كانت كلمات النعمه تخرج منه كان يشفي ليس فقط الجسد لكنه ايضا كان يشفي القلوب المكسوره والمجروحه عشان كده عزيزي المشاهد احبك شاهد مع بعض الفيديو الاول اللي يمكن من خلال مشاهدتنا ليه وفي نفس الوقت نقرا كلام المسيح اللي يقول انه من سب انسانا ومن اساء الى انسانا يكون مستحق نار جهنم. هذا هو المعلم الصالح خلونا نشوف مع بعض الفيديو الاول. عن مسروق عن عائشه قالت دخل على رسول الله رجلان رجلان مسلمان. فكلماه بشيء لا ادري ما هو يعني دخل في اثنين دخلوا على محمد ما سمعتش عائشه ما عرفتش الموضوع كلموه بشيء هي ما عرفتوش فاغضباه غضب فلعنهما وسبهما الم تقل اني لم ابعث لعانا وبعدت رحمه طبعا الكلام متناقض الكلام يضرب بعضه اذا محمد لعن لعنهما وسبهما الاثنين فلما خرج قلت يعني عائشة تقول يا رسول الله لمن أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان يعني سألت ما يعني لماذا لماذا قمت قمت بسبهما ولعنهما قال وماذا قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شاردت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، إنما أنا بشر، يعني أنا مثلي مثل البقية، أنا مش أحسن من حد، أنا بلعن مثلي مثل باقي الناس اللي بيلعنوا، إنما أنا بشر، ألعن مثل اللعانين، فلماذا تقولون هو قمة الأخلاق؟ كيف تفسرون هذا النص؟ يعني هو على خلق عظيم مشاهد له الله كيف لشخص على خلق عظيم يدخل عنده اثنين من المسلمين يلعنهم ويشتمهم وبعد ذلك يدعي أن أي على فكرة هم مسلمين لأن الآية تقول أو الحديث يقول فأي المسلمين لعنته يعني الاثنين كانوا مسلمين محمد لعن مسلمين فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، يعني محمد يلعن والله يقوم بدور المصحح، واحد يلعن والله يحول اللعنة لبركة، طب ما من الأول يا محمد لا تلعن اطلق بركة بدل إنك تعمل غلط وتطلب من الله يحول غلطك ولعنتك إلى بركة وكأن الله يتحمل مسؤولية محمد، وكأنه غير مسؤول على لسانه. الشخص ذو الأخلاق العالية يتحكم في لسانه، صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب والباب مضحك، باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه، يعني هناك باب خاص في صحيح مسلم من لعنه النبي. دي بس مقارنة بسيطة ما بين اللي بيقوله الرب يسوع عليه كل المجد وما بين ما يقوله الآخرين إنه إزاي إن الرب يسوع حتى الإنسان الذي يغضب على أخيه باطلا يقول إنه مستحق الحكم والإنسان الذي يقول لأخيه رقى يا أحمق أو يا غبي يكون مستحق المجمع إنه المجمع يقعد ويحاسبه أما الإنسان الذي يقول لأخيه يا أحمق فهو مستوجب نار جهنم ده اللي علمه لنا المسيح مفيش واحد من أتباع المسيح الحقيقيين أنا بتكلم في هناك أتباع كتير للمسيح للأسف بالظاهر وليس بالحق يعني ليس كل من ولد في أسرة مسيحية تابع للمسيح ليس كل من اتولد في بيت مسيحي هو مسيحي حقيقي ليس كل من اسمه جرجس ويوحنا وبطرس هو مسيحي اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا لكن في هناك كثير من المرائين ورب يسوع بيقول انه من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم الاساءه اللفظيه رب يسوع اتعامل مع مشكله القتل هي القلب ليه النهارده القتل اصبح شيء عادي في عالمنا العربي ليه داعش بتقتل لانه القلب القلب اللي تنجز بالخطيه وبيطيع وصايا ايضا هي من ابليس وليس من الله لانه ذاك كان قتالا من البد هو قتال من البد هو ما يعرفش حاجه عدو الخير الا انه يقتل ويذبح ويهلك اما الرب يسوع فقد جاء ليكون لنا حياة وليكون لنا افضل حياة عشان كده الرب يسوع مش بس اتكلم عن انه انه عدم الاساءه اللفظيه وانه ما يكونش في غضب لكن كمان اتكلم عن اهميه المصالحه انه الانسان لابد انه يعني يتصالح مع اخيه عشان كده قال لنا المصالحه مهمه جدا في العباده ما ينفعش ان انت تروح تعبد الرب وفي نفس الوقت بتبقى إنسان مخاصم أو إنسان كاره لأخيك يقول فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك عليك شيء يعني مش أنت اللي أسأت يعني يعني مش أنت اللي أسأت الأخيك يعني هو اللي أساء إليك واخدين بالكم الفكرة؟ يعني يعني مش هناك تذكرت إن أنت أسأت لأخيك فبتروح لا، ده أخوك زعلان منك وهو اللي أساء إليك، يقول كده، فاترك هناك قربانك قد قدام المسبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربة وكان الرب بيقول في هذه الآيات هناك أولويات هناك أولويات في العبادة أولويات في العبادة أولويات الله الذي قال تحب قريبك مثل نفسك وتحب أخيك لن يقبل العبادة إن لم تكن قلبك أو إن لم يكن قلبك طاهرا وإن لم يكن هناك مصالحة بينك وبين الآخرين حاجة تانية اللي قدمها الرب حتى مع خصمك يعني المثل الأول قدمه لنا مرتبط بالعبادة ومرتبط بالأخ أخيك أخيك في الإنسانية لكن هنا يقول كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في طريق يعني لو انا لو انا في واحد مديون له ومش معايا حتى الفلوس ان انا اسدد بيها وقرر انه ياخدني للمحكمه وانا ماشي معاه في الطريق احاول انه انهي الموضوع بسلام يعني هنا بيقول لي كن حكيم انك حتى اعدائك يعني سالم الاعداء انك انك تكون انسانا مسالما لئلا يسلمك الخصم للقاضي ويسلمك القاضي للشرطي فتلقى في السجن الحق اقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الاخير المصالحه المصالحه سواء مع الاخ او المصالحه سواء مع ايضا الخصم نيجي لنقطه مهمه جدا بقى وهي ماذا عن غضب يسوع؟ ما يعني الرب يسوع قال لا تغضب وانه من غضب لكنه الرب يسوع ايضا كلمه غضب استخدم او او ذكرت في الكتاب المقدس وماذا ايضا عن يسوع واستخدام السيف قبل ما نتكلم عن الجزء المهم ده خلونا نشوف فيديو رقم 2 my Bible to the preacher and I said excuse me it says here that Jesus said I did not come with peace I came with a sword And it's time to sell your coat and buy a sword. What did that mean? You know what he said? Listen to this. You'll never believe how people can lie. He said, Don't you know this was done in Italy where they transcribed this stuff, the Latin, you know? It was in Italy. Rome is in Italy. Don't you know that? I said, Yeah. He said, And they would work by candlelight at night and it was hard to see. Yeah. <S sentiment> and while they were trying to translate, you know, put this down in the Latin language, you know what happened? They were eating spaghetti. Italians they like spaghetti, and spaghetti fell down and it was made of S. It was word. It wasn't sword, it was word. He said, I came with a word of the be of the listeners that انه عنده اسئله انه المسيح جيب قال للتلاميذ انه يعني بيعوا واشتروا وهاتوا سيف والمسيح لم ياتي لكي بسلام لكنه جاء بسيف على الارض فراح لواحد وقال له من يعني مفترض مفترض انه واحد من المسيحيين الكهنه او الخدام وقال له ازاي المسيح يقول الكلام فقال له انت ما تعرفش انه الترجمه كانت بيترجموا الكتاب المقدس وكان زمان بيترجموا الكتاب المقدس على الشمع وضوء الشموع فبدل ما يكتب كلمه سيف بدل ما يكتب كلمه كلمه كتب سيف يعني بدل وورد كتب سورد يعني والناس بتاكل مكرونه طبعا مكرونه كانها مثلا يعني مصانع كانت موجودة بتاعة المكرونة في القرن الثالث الميلادي استخفاف بالعقل وكذب على على السامعين كثير جدا لكن لما نيجي للجزء ده بيقول الكتاب أولا أو الحقيقة مرتبطة بالرب يسوع لا يخاصم لا يخاصم ولا يصيح هو 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 ده شخص الرب يسوع لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع ولا يسمع احد في الشوارع صوته يعني في الخدمه اللي خدمها الرب يسوع في حياته على الارض اللي عاشها ما كانش حد حتى بيسمع صوته كان صوته صوت الانسان الوديع لا يخاصم ولا يصيح لكن غضب الرب يسوع اه غضب الرب يسوع شوفوا السبب اللي جعل الرب يسوع يغضب ثم دخل ايضا المجمع وكان هناك رجل يده يابسه فصاروا يراقبونه يبقى انا انا داخل المجمع الرب يسوع داخل المجمع و و و واليهود والكتبه كلهم بيراقبوه عايزين يشوفوا هو هيعمل ايه وكان يو طبعا يوم يوم سبت هل يشفيه في السبت دي النقطه هل الرب يسوع يشفي انسان مريض يوم السبت ام انه يقدس يوم السبت ولا يشفي انسانا مريضا لكي يشتكوا عليه يبقى كل الموضوع اللي كان موجود في المجمع انه في راجل محتاج مريض يده يابسه واليهود عايزين يشوفوا اذا كان هيشفيه في السبت ولا لا لكي يشتكوا عليه فقال للرجل الذي له اليد اليابسه قم في الوسط ثم قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير ام فعل الشر وده سؤال مهم السبت ده يحل فيه فعل الخير ام فعل الشر؟ تخليص نفس او قتل انه اترك هذا الانسان بيده يابسه ام اني اشفي يد هذا الانسان؟ فسكتوا فنظر حوله اليهم بغضب حزينا على غلاظه قلوبهم، يبقى الغضب الذي كان في قلب الرب يسوع تجاه هؤلاء هو الحزن على غلاظه قلوب قلوب الناس الى هذه الدرجه قلوبكم غليظة إلى هذه الدرجة قصاة حتى على الضعفاء والمرضى الذين يحتاجون إلى لمسة شفاء إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة وقال للرجل مد يدك فمدها فعدت يده صحيحة عادت يده صحيحة هنا طبعا في نقطتين مهمين جدا واحنا بنتكلم عن الجزء ده انه غضب يسوع رب يسوع مفيش مره في الكتاب المقدس يقول لنا ان رب يسوع غضب لسبب شخصي يعني يعني حاجه مرتبطه به هو ابدا ما ابدا ولم يغضب على حق من حقوقه اهين يعني آآ قيل عليه كلمات آآ كثيرة آآ قيل عنه أنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين قيل عنه أنه من السميرة يخرج شيء صالح من الناصرة يخرج شيء صالح قيل 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 عنه لكن ولا مرة الرب يسوع غضب من أجل حق شخصي أبدا كشاة تساق إلى ذبح وكنعجة صامتة أمام جزيه لم يفتح فاه لكن كل المرات الذي ذكرت فيها أن الرب يسوع غضب غضب على خطية الإنسان غضب على قساوه قلب الانسان غضب على عدم الايمان غضب على التدين الظاهري غضب الرب يسوع الا ينظر الله الى العالم الفاسد اليوم وهو بغضب استمرار الناس في الخطيه وعدم حتى ادراكهم انهم خطاه اليس هذا سبب يجعل الله يغضب ألا يغضب الله بسبب الفساد اللي موجود؟ ألا يغضب الله بسبب الظلم الاجتماعي؟ الله بيغضب لكن كمان الرب يسوع قال لتلاميذه في متى وفي عدد عشرة أصحاح عشرة قال لهم لا تظني لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألق سلاما بل سيفا وطبعا هنا الجزء ده مهم مع انه يعني اتهرى شرح بصراحه يعني انا مش عارف العقول ليه مش قادره يعني تستوعب النص ببساطه يعني اللي يقراه ببساطه كله على بعضه يقدر ياخد المعنى يعرف يعرف المعنى بسهوله جدا مش محتاج ده كله يعني لكنه فاني جيت لالقي لافرق الانسان ضد ابيه هل 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 اللي هيفرق الابن عن ابيه هو السيف انه انه هيبقى الابن والاب مرتبطين بعد يجي السيف يقطعهم والابن ضد امها والكنه ضد حماتها وعداء الانسان اهل بيت من احب ابا او اما اكثر مني يبقى هنا في الاختيار انه من يقبل يسوع المسيح بسبب قبوله ليسوع المسيح سوف يرفض سوف تتقطع العلاقة بينه وبين والديه والنهاردة ده موجود في عالمنا العربي ياما أحباء في العالم العربي عابرين كثيرين قبل رب يسوع وبسبب قبولهم للمسيح أهلهم طردوهم أهلهم حتى بلغوا عنهم أمن الدولة أهلهم حرموهم وطردوهم واتقطعت على العلاقه بينهم دي الحقيقه دي الصوره اللي موجوده ده اللي بيتكلم عنه الرب يسوع اعداء الانسان اهل بيته انت طول ما انت مسلم معايا في البيت انت ابني لكن وانس ان انت بقيت حتى ملحد او ان انت بقيت مسيحي او ان انت 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 بره البيت اعداء الانسان اهل بيته ومن لا ياخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعها ومن اضاع حياته من اجلي يجدها انما الجزء الاخير بقى اللي اتكلم عنه صاحبنا بتاع المكرونه وبصراحه يعني الشيء الوحيد اللي يعني الفيديو كله مضحك لكنه فكره المكرونه دول هم بيكتبوا المخطوطات وبيترجموا كانوا بياكلوا مكرونه ما قلناش مكرونه بايه مكرونه بالبشاميل ولا مكرونه باللحمه ولا انه anyway. ايه ثم قال لهم ده رب يسوع حين ارسلتكم بلا كيس اتكلم عن الارساليه الاولى فاكرين الارساليه اللي احنا النص اللي احنا اتكلمنا عنه من متى 10 لسه اللي قارينه من شويه ها ده كان الارسال له لما لما بعتهم قال لهم روحوا واشفوا مرضى وقيموا موتى واخرجوا شياطين باسمي والقوا السلام على كل بيت داخلينه يعني مجانا اخذتم مجانا اعطوا والمسيح بعت تلاميذه يكرزوا في القرى وفي المدن والناس قبلتهم لانه جم برساله خلاص وبرساله آآ آآ شفاء لكنه إن اليوم الوضع يختلف اليوم الرب يسوع هيسلم اليوم هيتم القبض على المسيح اليوم المجتمع كله اللي كان بياكل من خير المسيح اللي اللي اتشفى اللي شفى مرضاهم واقام موتاهم واشبع جيام واجاعهم هينقلب كله على المسيح وهيقولوا أصلبوا أصلبوا ليس لنا يعني ليس لنا سيد الا قيصر الا اخر هذه الامور كلها ليس لنا ملك الا قيصر فالمجتمع هيتقلب على المسيح ولما المجتمع يتقلب على المسيح هيتقلب على تلاميذ المسيح فالوضع هيختلف وهنا الرب يسوع قاعد مع تلاميذه في العشاء الاخير وبيكلمهم وبيحذرهم بيقول لهم خلي بالكم ثم قال حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا احذيه هل اعوزكم شيء؟ فقالوا لا فقال لهم لكن الان يبقى الان دي نقطة مهمة قوي من له من من له كيس فليأخذ مزود كذلك يعني انتوا هتمشوا وتطردوا فالاول الناس كانت بترحب بيكم وكنتوا بتدخلوا البيوت وكان الناس بتاكلكم وكانت الناس بتكرمكم دلوقتي الناس مش هتعمل كده فانتوا استعدوا للمرحله الجديده استعدوا للمرحله ومن ليس له فليبع ثوب ويشتري سيفا هنا كلمه السيف هنا ليس معناه انه سيف عشان ينشر بيه المسيحيه ولا سيف علشان يدبح بيه الناس. لكن انتوا هتمشوا في براري وهتمشوا في في جبال وهتمشوا في اوديه واستعدوا لأنه هتبقوا مطرودين من اجل البر. لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في هذا المكتوب. وأحصي مع أثمة لأن ما هو من جهتي له انقضاء فقالوا يا رب هو هو ذا هنا سيفان فهموا هم كلامه عن السيفان حرفيا كويس طبعا هم صيادين فالصياد مش معاه سيف يعني تلاميذ المسيح حتى لما بطرس قطع عبد ودن عبد رئيس الكهنه ده, مش سيف ده يعني ده مش سيف حرب ده مجرد يعني خنجر بيبقى معاه موجود فهنا قالوا له عندنا اثنين الكلمة اللي قالها الرب يسوع هذا يكفي هذا يكفي عارفين لما تبقوا قاعدين مع واحد او مع شخص بتكلمه واول لما يفهمك غلط يفهمك غلط وبعدين تقول له خلاص كفايه كده كفاية, كفايه ده اللي عمله الرب يسوع ده اللي عمله الرب يسوع اتس كفايه مش عايز اسمع تاني منكم فهمتوني غلط كويس؟ هو ده سيفان هفترض حتى لو لو ربي يسوع يعني التلاميذ معاهم سيفين، سيفين دول هيعملوا ايه؟ ازاي سيفين دول هيعملوا ايه؟ هل قال سيفين يكفي يعني حتى لو خدناها بـ بـ بالاكستريم انا بس عايز عايزك عزيزي المشاهد انك تفكر في الـ 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 الكلمه والعباره والنص نفسه تعرف انه لا المسيحيه انتشرت بسيف ولا المسيح عمره ما استخدم سيف ولا ولا المسيح حتى شجع على استخدام السيف ده لما بطرس بطرس لما جم يقبضوا على المسيح واستل سيفه وضرب ودن عبد رئيس الكهنه رب يسوع قال هذه العباره رد سيفك الى مكاني لان كل الذين ياخذون بالسيف بالسيف يهلكون كل الناس اللي بتمشي بالسيف بالسيف بتهلك رد سيفك إلى مكانه. رد سيفك إلى مكانه. في مقارنة جميلة جدا عن المسيح وحياته وإزاي المسيح عاش بدون سيف وإزاي المسيح عاش وديع محب رحيم لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش خلونا نشوف الفيديو رقم ثلاثة إذا أردت إذا أردتني أن أتطرق إلى المسيحية لا مانع لدي بشرط شرط واحد أن يكون لديك الجرأة الكافية لأن تقارن بين المسيحية والإسلام من خلال مقارنتك بين المسيح ومحمد اذا امتلكت من الجراه ما يكفي لاجراء تلك المقارنه لا مانع عندي من التطرق الى المسيحيه ومقارنتها بالاسلام محمد قتل محمد غزا محمد سبى محمد غنمه لا تستطيع ان تنكر ذلك اني اتحداك افتح اي كتاب بخصوص السيره المحمديه وقل لي هل تستطيع ان تجد فيه إلا غزوات محمد ونكاحاته. هل تعرف ما معنى كلمة غزا باللغة العربية؟ كلمة غزا تعني سار إلى القوم لقتالهم. عندما تسير إلى قوم لقتالهم أنت لا تدافع عن نفسك. أنت تنتهك حرمة هؤلاء القوم. محمد غزا، محمد سبى، وحلل لنفسه السبايا. انتهك حرمة امرأة. في نفس اليوم الذي قتل به اباها واخاها وزوجها هل يعقل ان امراه على سطح الارض تشهد عمليه قتل زوجها واخيها وابيها وتعلن دين قاتلهم في نفس الليله محمد غنمه هل تعرف ما معنى كلمه غنمه باللغه العربيه معناته سرق ما ليس لديه. نعم سرق ما ليس لديه. اني اتحداك ان كنت تستطيع ان تثبت لي بان المسيح قد قتل، بان المسيح قد غزا او سبى او غنم، اذا اردت ان تقارن لا مانع لدي، ولكن انا في حواري هذا لم اتطرق الى شيء بل إلى حياة محمد لأن الإسلام هو محمد والمسيحية هي المسيح إذا أردت إذا كنت مصر إذا كنت مصرا أن نقارن يجب إذا أن نقارن بين محمد والمسيح هذا ما أطلبه من المسيحية هي المسيح ودي عبارة حقيقية جدا المسيحية هي المسيح المسيحية هي شخص المسيح نفسه. فعش كده احنا كمسيحيين بنتمثل بالمسيح في كل شيء ويجب ان نتمثل به في كل امر. ده بالنسبه لي لا تقتل. سمعتم انه قيل لا تقتل واما انا فاقول لكم لا تغضب على اخيك باطلا. كل من يغضب على اخيه باطلا. نيجي للنقطة الثانية بسرعة القول الثاني لأقوال المسيح لا تزني يبقى لا تقتل ولا تزني قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة فقد زنى بها في قلبه لا تزني هي الوصية رقم سبعة في الوصايا العشر ورب يسوع هنا بيقول أنه آآ آآ لا تزني ده الوصيه الالهيه اللي قيلت وما زال شعب الرب بيعيش بيها. الزنا كان في اغلب الحالات في العهد القديم يشير الى الخيانه الزوجيه. ان واحد ياخذ امراه اخيه يزني مع امراه رجل اخر. لكن الرب يسوع هنا بيتكلم بصفه عامه عن الزنا. سواء كان داخل إطار الزواج أو خارج إطار الزواج هو العلاقة الغير شرعية اللي بتربط رجل بامرأة أساس الزنا هو الشهوة وده اللي هنا زي ما قلت رب يسوع دايما الرب يسوع دايما يروح إلى القلب يروح إلى الداء اللي جوه ويعالج أساس الزنا هو الشهوة هو التخيل الغير الظاهر هو التخيل غير لماذا في عالمنا العربي أكبر نسبة تحرش جنسي موجودة في عالمنا العربي علشان في شهوة وهذه الشهوة هي في القلب وهذه الشهوة هي الخطية مشكلة الإنسان ليست في المرأة مشكلة الإنسان في قلبه في فكره في ذهنه صدقوني كلما تتغطى المرأة في عالمنا العربي كلما بتزداد الإساءة والتعدي الجنسي عليها ليه لانه دي مشكله القلب وليست مشكله الزعش كده رب يسوع قال ايه قال اذا اذا كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقيها عنك لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقيها عنك لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم العين اليمنى او اليد اليمنى يعني بتعتبر من اهم الاعضاء في الفكر اليهودي اللي كان موجود وكان الرب يسوع بيقول انه ان كانت الاعضاء المهمه في حياتك بتقودك للخطيه فمن الافضل انك تتعامل مع الخطيه بحزم انك تبتعد عن كل ما يجرك للخطيه طبعا الرب لا يدعونا هنا لقطع لقلع العين حرفيا ولا لقطع اليد حرفيا لكنه عايز يقول انه لابد ان احنا نتعامل مع القلب بحزم نتعامل مع قلوبنا ومع الخطية بحزم عشان كده حتى لما البعض بيسأل طب ليه قال الرب يسوع دي بيتكلم عن الزنا ليه قال اليد اليمنى ما العين اه عارفين انه العين هي الانسان بيشتهي بعينه باللي بيراه وبتخيل و... و... فيما بعد في ذهنه لأنه ليه الرب يسوع اتكلم عن اليد اليمنى؟ لأنه أيضا زي ما قلت انه الزنا ليس مجرد الفعل فعل الزنا، لكن أيضا الزنا هو سرقة رجل امرأة رجل آخر. وكأنه الرب بينظر إنه انه المن يزني مش بس انه بيزني لكنه أيضا بيسرق، عشان كده اتكلم عن العين اليمنى واتكلم عن ال... اليد اليمنى. لابد أن ندرك أن الخطية خاطئة جدا أنها طرحت كثيرون جرحى وكل قتلاها أقوياء عشان كده الكتاب يعلمنا كتير أن احنا نهرب من الشهوات الشبابية لو, 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 لو في مصدر للشهوات اتعامل معاه بحزم عزيزي المشاهد لو, 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 لو الانترنت مصدر اتعامل معاه بحزم لو علاقات غير صحيحة اتعامل معاها بحزم لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه هينفع ايه لو الانسان خسر نفسه هينفع ايه رب يسوع زي ما قلت في القتل تعامل مع القلب وفي الزنا تعامل مع القلب مشكلة حياتنا عزيز المشاهد هي في قلوبنا عش كده داود قال هذه الكلمات الجميلة قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي ورب يسوع مات على الصليب عشان يدينا قلب جديد وحياة جديدة قلب جديد قلب نقي قلب طاهر لأنه الإنسان لما قلبه يتغير فكره هيتغير عينه هتتغير حياته هتتغير ويكون إنسان طاهر عزيز المشاهد نلتقي في حلقة جديدة من عبر الكتاب سلام المسيح يكون معك